السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. ده النهاردة الفيديو الجزء الثاني بتاع اللي هو لما عملنا التجربة بتاعت شربة الديدان، اللي هي الثلاث أنواع دول، سترات البيبرازين وبنداكس، والنوع الثالث ده اللي هو مش معروف قوي لكن بيجيب نتيجة كويسة إن شاء الله، ميما فازول. ده أول مرة أستخدمه لكن إن شاء الله جابت نتيجة هائلة جدا. إحنا كنا بنعمل مقارنة، اللي ما شافش الجزء الأول كنا بنعمل مقارنة بين الثلاث أنواع دول، زي ما الأستاذ أحمد أبو هاجر، الأستاذ المحترم أحمد أبو هاجر، قال إن العلاج بتاع الديدان اللي هو بيوقع ريش الزغاليل او بيقصف ريش الزغاليل. فعلا انا كنت شفت المعلومة دي كنت ملاحظها عندي لكن ما كنتش عارف ايه السبب، لغاية ما الاستاذ احمد ابو هاجر قال، لكن قلت اعمل التجربة دي ونشوف مين في دول اللي بيوقع الريش ومين المسؤول، وهنشوف هنا المفاجأة. معذرة الاستاذ احمد ابو هاجر، يعني احنا عملنا اهو، لو شفنا كده الجدول التصوير اللي انا عامله ده اللي انا عطيت منه سترات البيبرازين للزغلول الاسود زي ما مكتوب، معلقة شاي ممسوحة على لتر مية لمدة يومين، تتكرر بعد 14 يوم. طبعا انا عطيت الجرعة الاولى اللي هي اليومين دول، وعطيت بندكس زي ما هو كاتب كده في الجدول بتاعي، بندكس اقراص للزغلول الازازي. طبعا بعطي هو الجرعه بتاعت التربيه الجماعي، يعني اللي هو على لتر الميه، عملت قرص على لتر الماء وثلاث ايام على لتر الميه، وكرر بعد 14 يوم برضو. طبعا احنا ما كررناش لكن هوريكم النتيجه بتاعت المرحله الاولى اللي عملناها دي. وطبعا ميم فازول للزغلول المفصص بيتاخد جماعي 2 سنتي على لتر المية جماعي، مرة واحدة بس يا جماعة، وربع سنتي على زغلول واحد، يعني ربع سنتي للفرد في الفم مباشرة، برضو ده يتكرر من بعد 10 ايام، تمام، لمدة برضو يوم واحد. طيب تعالوا بقى نشوف النتيجة وصلنا لايه. احنا كنا عاملين علشان نشوف الريش بتاع الزغاليل دي هيقع ولا ما يقعش زي ما الاستاذ احمد ابو هاجر عمل الفيديو، وانا فعلا كنت مقتنع بالحكايه دي جدا لغايه ما عملت التجربه دي. نسيت اقول لكم، احنا عطينا بعد ما خلصنا المده بناتي اي نوع من انواع الخميره. يا جماعه انا عندي الخميره اللي هي دي لسه باقي عندي منها، فانا هعطي، انا هعطي 3 ايام، هكمل النهارده كمان. هو القرص كده بقسمه النص، نص القرص زي كده، هقسم واعطي نص قرص للزغلول، نعطيهم اول وبعدين نشوف لمدة 3 ايام بعد ما نعطي اللي هو شربة الديدان. طيب هنعطيهم هما جوه كده بالداخل واحنا بندردش مع بعض ونشوف ايه النتيجة، ايه اللي حصل للزغاليل وايه الافضل في الادوية دي، وهل الريش وقع بتاع الزغاليل ولا ما وقعش زي ما الاستاذ احمد ابو هاجر قال. هنشوف طبعا الزغلول ده، تعال نبدا باللي هو خد سترات البيبرازين. اللي خد سترات البيبرازين الزغلول الاسود ده، الزغلول الاسود ده يا جماعه ضعف جدا، تحس ان هو هيموت اهو، من بسبب ما اديناه ده اللي اعطيناه سترات البيبرازين، تمام. لكن الريش، نشوف الريش واحنا بنعطي الخميرة كده، نشوف الريش رغم ان هو بنقول ان هو هيموت، شكله كده زي ما يكون هيموت، انما ريشه ما وقعش. معذرة للاستاذ احمد ابو هاجر، طبعا الريش اهو، الريش واحنا جوه، الريش ما تقصفش ما وقعش مفيش حاجة. نجيبه الزغلول بره ونشوفه بره هنا عشان الزغاليل التانية عاوزة تطير، ما شاء الله الريش سليم اهو،
رغم ان الفرد الزغلول تحس ان هو قرب يموت خس جدا. احنا طبعا بنلحقه بالخميرة ان شاء الله يبقى كويس. اثر جدا بالسترات الببرازين، يبقى ده الفرد اللي خد سترات الببرازين. طيب هنشوف هنا في الجدول اهو الفرد الاسود اللي خد سترات الببرازين، هنشوف الفرد الازازي اللي خد بندكس. تعال نعطي الفرد الازازي، نعطيه نص الخميرة بتاعه. طبعا احنا فات علينا كده الوقت، فات 3 ايام عديناهم وعطينا يومين خميرة، لسه هنكملهم 3 ايام. نعطي الازازي الخميرة ونشوفه. ده الازازة اهو نص قرص الخميرة برضو، هنستمر عليها 3 ايام ونشوفه ريشه وصل لايه. اخبار الريش بسم الله. الريش تمام، الريش تمام يا استاذ احمد ابو هاجر، مفيش فيه مفيش ريش وقع ولا ريش اتقصف بسبب البندكس، لكن هي الزغليل خست شويه متاثره ببندكس وسترات الببرازين. ده برضو زغلول زاجل خاسس شويه، ملاحظ ان هو خاسس شويه متاثر، بس ان شاء الله نلحقها نرجع له صحته ان شاء الله بالخميره. يبقى كده زي ما شفنا اللي متأثر جدا اللي هو خد سترات الببرازين. طيب نشوف الفرد اللي هو المفصص، فرد المفصص الزغلول المفصص كان اخد ربع سنتي على الزغلول ويقرر بعد 10 ايام اهو، اخد اللي هو الدواء ميمفازول. ميمفازول ده يا جماعة اصلا بيتاخد للابقار والخرفان والماعز. بيتاخد ازاي؟ بيتاخد عن طريق الحقن، لكن احنا بنحطه في المية او في الفم مباشرة. هنجيب الفرد المفصص ونشوف الفرد المفصص اخباره ايه وصحته ازاي وريشه عامل ايه. نأتي اول النص قرص الخميرة، تمام خد النص قرص. طبعا زي ما قلت لمدة 3 ايام يا جماعة الخميرة، بعد نأتيه بعض المضادات الحيوية او بعد علاج الديدان. هنشوف ريش الفرد ده بسم الله. ريش تمام، مفيش ريش اتقصف. يبقى كان في سبب تاني، لما انا كان الريش عندي اتقصف ولما كان عند الاستاذ احمد ابو هاجر برضو، يبقى كان في سبب تاني يا استاذ احمد. وما شاء الله نقول الزغلول ده صحته افضل ما فيهم. احنا عملنا كده برضو المقارنة دي علشان نشوف ايه اللي بيأثر اكتر. اللي كلهم بينزلوا الديدان يا جماعة، لكن بنشوف ايه اللي له اعراض جانبية اكتر، ده يعتبر افضلهم بالنسبة لايه، بالنسبة لان صحة الزغلول بسم الله ما شاء الله. زغلول زاجل يا جماعة، هون الناس اللي بتعرف بالمرة بقى كده نفرجكم على الزاجل بتاعنا، لان في ناس بتفتكر ان انا لما ببيع بقول في المزاد ب40 جنيه وب50 جنيه ان ده زاجل اي كلام. اهو يا جماعة زاجل ما شاء الله، زاجل محترم، لكن احنا بنعمله دعاية للقناة، يعني لما نكون بنقول كده بنبيعه دعاية للقناة بس. اهو ما شاء الله صحة، ده الوحيد ده اللي ما تأثرش، ده اقل تأثير بالدواء. يعني بقى اللي هو الادوية اللي معانا، الادوية اللي معانا اقل ضررا من فازول، ده رقم واحد نستبقى في الاستخدام معانا في الفترة الجاية، ده اقل ضررا. بندكس يبقى في المركز الثاني، سترات الببرازين اقول لك ان هي خليها في المركز الثالث، وما تكترش يعني ما تحاولش تعطي 3 ايام، لو يوم واحد كفاية. وجماعة يا جماعة لو سمحتم اللي بياتي في كل شهر، اللي بياتي كل شهر لا غلط يا جماعة، لازم على كل 3 شهور بأقصى حد، يعني كل 3 شهور تأتي علاج طارد للديدان، ما تعطيش
كل شهر في ناس عاملة جدول وحاطين فيه طارد للديدان مرة كل شهر، لا كتير جدا مرة كل شهر، خليها مثلا كل 3 شهور او 4 شهور كمان، كفاية جدا جدا يعني. لو انت مستمر عليها كفاية جدا، بلاش كل شهر، بقول كل شهر كتير جدا بيضعف الحمام وخاصة الزغاليل لو في زغاليل. بكده بنقول له استاذ احمد معذرة، استاذ احمد ابو هاجر معذرة ما طلعش السبب، لان انا كمان كنت مفكر ان ده السبب فعلا، لكن ما طلعش السبب من بندكس ولا من سترات الببرازين ولا من اي طارد للديدان. وقوع الريش له سبب تاني مازال نبحث عنه، هنبحث عنه، وياريت اللي يعرف سبب تقصف الريش في الزغاليل سببه ايه يقول لنا في التعليقات، او ايه الادوية اللي هي بتقصف الريش يقول لنا برضو على السبب ده. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.